أشاد الرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة بالجهود التي تبذلها شركة بوينغ إيرو سبيس ميدل إيست ليمتد في مجال دعم وسائل الدفاعات الجوية بالتقنيات الحديثة والمتطورة التي تسهم في تحقيق التطلعات والأهداف التي تنعكس بصورة إيجابية على أداء مهام القوات المسلحة بالصورة المطلوبة. جاء ذلك خلال استقبال سموه لمدير المبيعات العالمية والتسويق لقطاع الدفاع والفضاء والأمن السيد بريان لونج. وقال الرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة إن مثل هذه اللقاءات تفتح أفاقا أرحب من التعاون المثمر مع القطاعات العسكرية المتطورة من مختلف دول العالم، والذي نستفيد من خلاله في تطوير منظومتنا الدفاعية لا سيما على الصعيد الجوي، ونرفع من قدرات وإمكانيات أفرادنا وجاهزيتهم القتالية، مؤكدا سموه أن الجهود ستستمر نحو تحقيق الأهداف. وخلال اللقاء تبادل سموه مع السيد لونج الحديث حول ما تضمنه معرض مؤتمر البحر للدفاع من شمولية في عرض الوسائل العسكرية. من جانبه أشاد السيد لونج بالمستوى التنظيمي الكبير الذي حظي به هذا المعرض وما تقدمه الشركات والقطاعات العسكرية الحكومية المشاركة من معدات حديثة، مؤكدا أن مثل هذه المعارض الدولية تمنح الفرصة للجميع للاطلاع وتبادل الخبرات وتزيد كذلك من فرص تعزيز العلاقات والشراكات بين الجهات، مقدرا الجهود المتميزة التي بذلتها اللجنة المنظمة للإعداد والتحضير لهذا الحدث العالمي الرائد.